السلام عليكم. بعدا خويا مش نقول لك انا عندي ثلاثه الوليدات، ام ثلاثه الوليدات وحامله بالرابع. اش نقول لك؟ واحد الحياه اللي لا حول ولا قوه الا بالله بها. اش نقول لك؟ تنعيش في واحد الظروف اللي هي قاسيه بزاف. القصه ديالي خويا، انا تزوجت على سنه الله ورسوله بهذا السيد بات ولادي، تزوج بيه على سنة الله رسوله، ولدت معاه ثلاثة الوليدات. يعني عشنا في واحد المشاكل اللي هي كتيرة وصعيبة بزاف، لدرجة هاد السيد عوام الأخيرة ولا تيقول لي أنا مشيت لعند الطبيب ودوست ولقيت راسي ما تنولدش، دوست عند الطبيب ولقيت راسي ما تنولدش، انتي غنصيفطك للحبس. انا بغيت نعرف انا يا هاد الوليد كيفاش ما عرفتش، ما فهمتش. انا باقا حاليا ما بغيتش هاد الامر يستوعب ليا كاع نهائيا، وانا من هادشي كامل اقسم بالله العلي العظيم، الحاجه دابا الوحيده اللي في الهم ديالي هما هاد الوليدات اللي تنشوفهم ضايعين دابا قدامي. انا وخوتي كل طالع بالظروف اللي انا تنعيش دابا انا وليداتي حاليا، اقسم بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. اليوم راه تشوفوني دابا تحت السقف تنهضر معاكم، غدا غتشوفوني في الزنقه تنهضر معاكم، حيت المكان اللي كنت نصور منه 7000 ريال للسيمانة، خرجت منه اليوم علموني حيت كرشي بدا تتبان، والباترون قال لي صافي قلبي على راسك في بلاصه اخرى. انا بقات لي غير 3 شهور ونولد، يعني عندي الكرش باين بزاف وما بقيتش نقدر نتحنى. واليوم انا راني مهد انا وولادي في الشارع، وانا دابا ما عرفتش المصير ديالي انا وهذوك الوليدات اشنو غيكون. اقسم بالله لا خوتي لا مكرفصه، انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا ولادي الحاجه الوحيده اللي بغيت في الدنيا هما وليداتي. انا السيد هذا عاشرته بالصفا والنيه دابا 16 عام، مده 16 عام تخيل. اقسم بالله العلي العظيم اخويا، واش كاين واحد الانسان يلاه ب 15 يوم خرج المراه وخرج الوليدات تيتزوج بمراه اخرى؟ هذا راه ماشي ردرال، هذا راه شي حاجه اللي ما تتخيلهاش الدماغ. اذا انت داكشي اللي كنتي تدير ليا وتدير لهذاك الولاد، يعني كنتي محرر فيا العيشه باش انا نخرج وانت تدخل المراه ب 15 يوم، يعني تخرج المراه وتدخل المراه، يعني داكشي يعني كنتي راسمه في بالك. وانا اليوم النداء ديالي الوحيد لهاد الناس، الله يرحم لكم الوالدين، الله يخلي لكم صحيحتكم، الا ما عاونوا دوك الوليدات ما تعاونونيش انا. فين هو الاب ديالهم دابا المسؤول عليهم؟ المسؤول عليهم ما عرفتش، راه في داره مخدام على راسه، يعني عايش بخير، لا مسؤوليه لا ولاد لا والو، بدا حياه اخرى، بدا حياه جديده، تزوج ولاد ما عرفتش واش ما عرفتش. ما بقات اخويا عندي حتى شي سيلابي ولا فين ساكنه دابا باش كتعيشي باش تصرفي على هاد الوليدات، كيفاش الحياه؟ انا كنت خدامه في قهوه تنغسل الماعن، كانوا دايرين لي 7000 ريال السيمانه، هذيك 7000 ريال السيمانه كنت نخلص بها 16000 ريال ديال الكرا والماء والضوء، وعاد زيد المعيشه ديال الدراري. كناخذ 50 درهم في الشهر باش نصرف على الدراري شهر كامل ب 50 درهم، اقسم بالله العلي العظيم. يعني كل نهار كنت تندوز ليهم بحاجه غير باش المهم نديو قوت النهار وصافي. اقسم بالله لا كنت بعد المرات تنكون في الخدمه تتشدني السخفه، انا ديما السكر في فمي، ديما 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 السكر، تيضرني الجوع تمشي نخشي جو الطوبات ديال السكر في الخدمه. المهم ما عليناش، انا الهدف ديالي الوحيد في هذه الحياه والهم ديالي من هذا الشيء كامل، اقسم بالله لا دوك الوليدات ما بغيتش يمشي يضيعوا. انا ولدي الكبير تازم ليا بزاف، مرض نفسيا ولا عدايا، ما قادره ندير حتى شي حاجه، ما بيديهاش لا كون كنت غير خفيفة، كيما كنت في النوبة الأولى فاش طلقني، كون كنت خفيفة عمري خسارة على ولادي كيما كان عليهم. منين طلقني في 2015، تشرت أنا ولادي في الزنقة وبركنا في الزنقة، وواحد السيدة مسكينة هي اللي كنت درت فيها خير وصيفطتني للسامي سوسيال، هما اللي وقفوا معايا وكراو ليا وعشت بخير أنا وليداتي وخدمت عليهم. هذيك الساعة عرفت معنى الخدمة شناهي ومعنى الوليدات ومعنى يعني الاستقرار الأسري، يعني قريت ولادي وخدمت عليهم بشهود الناس، بشهود الجيران والناس اللي كانوا يعرفوني، ومول الحانوت اللي كنت نصرف من عنده برزقي بعرق كتافي عرق وليداتي.
اقسم بالله العلي العظيم اخوتي هادشي ما تنكذب في حتى شي حاجه فيه ولا ما تيقنيش. راه يجي يسول في اي بلاصه هنا في عين الصباح حي الوفاق يسول اي واحد. المهم علينا اش خدمت على وليداتي، درت لهم المحل ديالهم، استقريت انا وياهم. يعني السيد ملي شافنا في حال ما هكا جا عندي قال لي اش نقول لك، قال لي انا يهودي ويهودي وسلمت بين ايديك، الحياه غتبدل. يعني انا كجميع اي ام مسلمه ولا اي ام كما بغات نكون النوع ديالها، هذا هو التفكير ديالها. اي واحد على وجه الدنيا خلق الله اشنو تيبغي في هذه الحياه؟ تيبغي الستره، تيبغي الستره. وعلاش انا ما غنسترش؟ انا عارفه بزاف الناس تيلوموني وانا ما غنقولش لهم ما تلومونيش، ولكن بعد شي حوايج راه خاصكم تفهموني عليهم. انا جميع اي ام مغربيه واي ام مسلمه يعني خلقها الله على وجه الارض، هذا هو التفكير اللي فكرت فيه. قلت لهم هذاك الحياه ديال بابا، رغم بانني انا كنتمعيشهم بخير ومستقرين في الحياه ديالهم، قلت لهم هذاك الحياه ديال باهم بانني انا خاصني راجل في حياتي باهم ويعيشوا مع باهم ونكونوا مجموعين وجربي جامعش منا. ولاد الحياه فحال ما هكا كل واحد في قنش. ملي كنشوف وليداتي واخا كنت معيشهم يعني راه تبقى ناقص الحنان ديال الاب، ماشي ما نقولهاش، راه تبقى ناقص الحنان ديال الاب. راني تنحس بولادي، انا ولدي الصغير اقسم بالله باقي ما عارف مسكين والو، ولكن ما تنبغيش نبين لي محتاج باه بزاف. فين هما دابا الاربعه اللي كاينين؟ عندي ثلاثه وحامله، باقي حامله ما ولادي بثلاثه كاينين مساكن راهم تيلعبوا. دابا نتوما كاملين كتسكنوا في هذا البيت؟ تنسكنوا في هذا البيت هذا. انا تنسكن هنا تنعس هنا تقريبا على ابعد حدود. انا ولدي الصغير هنا، ولادي واحد هنا واحد هنا. كتشوفوا هذه الحاله اللي كتعيش فيها، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو المنزل ديالها هنا، الاتات ديالها الموجودين، هذا هو المنزل. انت دابا حامله، باش كتخلصي هذا الكرا ديال هذا البيت هذا وباش كتصرفي على راسك وعلى الوليدات ثلاثه؟ كنت خدام اخويا في قهوه تنغسل الماعن، تنجفف ونغسل الماعن، كنت تعطوني 7000 ريال السيمانه. هذيك 7000 ريال السيمانه كنت ناخذ منها 50 درهم باش نصير السيمانه كامله، وتنخلي 6000 ريال تنجمعهم من الشهر باش تنخلص. واحد السؤال، واش انت مطلقه ولا ما مطلقاش؟ لا مطلقه. انا طلقت في 2015 ورجعت لهذا السيد في ايام ديال كورونا، فاش يلاه بدات الدخله ديال كورونا. يعني رجعنا غير بالفاتحه، قلنا على ما يعني على ما يعني حلوا هذا الشيء وربي يرفع علينا هذا شويه البلاء وهذا الشيء، راه حنا يعني عاد في الراجل ومرته والده مع الولاد، يعني ما غيكونش هذاك الحساب بيناتهم. المهم حنا قلنا غير الشمل احسن من الله يرحم والديك. صافي قلت لي جمع الشمل على ما حلوا العدولات وداك الشيء، ولا نحلوا العدولات وداك الشيء. بقينا على نفس الموال. فلان فين هو الكارت؟ حقا اليوم غدا انا غنصيفط الوالد يجيبو من اليمن العربيه. اليوم غدا كل سيمانه تيخلق لي عذر، يعني من سال داك العذر ديال كل سيمانه يخلق لي على الوراق ديال الوراق. جاب الوراق باه وداك الشيء، ها الوراق جاو فلان، ها الوراق جاو. امتى غنديرو؟ حقا تسلفت من عند هذا ويلا بعته شريت من عند هذا، يعني تيجيب لي شي حوايج اللي تقول داك، تيخرج لي تالف لي شي سيناريوهات، يعني تقول هاد السيد راه يعني تطبيقيا داك الشيء كاين، يعني لمده عام، يعني دخلني في راس العام وخرجني في الاخر ديال العام. هادي راه ما تتخايلاش الدماغ. واخا انت باش كطالبي انا الحاجه اللي محتاجه ولادي، بغيت ولادي، انا بغيت ولادي يشوفهم بعينيا. انا واخا ولادي راه حدايا، ولكن راه الظروف اللي ما تتخلينيش نشوفهم، بغيت نشوفهم بصوره اخرى. انا محتاجه ولادي نشوفهم بصوره اخرى، انا محتاجه ولادي نشوفهم في العلالي، انا محتاجه ولادي نشوفهم بخير في حياتهم، مستقرين في الحياه ديالهم. بغيتهم يكونوا شبعانين، بغيتهم يكونوا لابسين، بغيتهم يمشيو مدرسه نقيين، بغيت انا نكون جاره وليداتي وغدا معاهم فرحانه. بغيت حياتي تبدل انا وولادي، ولكن انا بغيت. واش حسيتي براسك غلطتي؟ بزاف ما غلطتش على هاد الولاد، وانما غلطت على داك السيد، درت فيه الثقه. انا ديجا كنت غلطت يعني قبل يعني فاش رجعت ليه في ايامات كورونا.
يعني عاونوني الناس وخدمت على وليداتي واستقريتهم وقريتهم ولاو بخير في حياتهم. هذه غلطت فيها، ولكن باقا تنقولها ونعاود نقولها. انا يا راه ماشي يعني غلطت 100%. انا كان كل التفكير ديالي بانني انا نجمع شملي انا ووليداتي. يعني الانسان اللي يجي عندك ويقول لك يعني انا يهودي وسلمت بين يديك، الحياه غادي تتبدل. يعني ديك الاعوام كامله كنت تنظن بان هذا السيد فعلا ان الحياه تبدلاته والحياه علماته والحياه يعني صافي قصات عليه بما فيه الكفايه. اللهم نجمع الشمل ديالنا ورا دي الحياه اللي تنتمنى في هذا السيد هذا، يعني يكون مع وليداته. شنو رسالتك للشابات اللي مقلمين على الزواج؟ ورسالتك يعني رسالتي للشابات اللي مقبلين على الزواج، تنقول لهم بانكم ما تبقاوش ناعسين ملي تفيقوا تلقاو راسكم في واحد المتاهه اللي ما تلقاوش منين تخرجوا. حاولوا يعني تشدوا في روحكم، وحاولوا يعني الانسان يعني يخدم بعقله ما يخدمش بقلبه. يعني واخا يكون القلب خدام يخلي العقل حتى هو صاحي، يخلي حتى هو خدام. انا لو كان رجعت بيا الوقت نخدم عقلي قبل نخدم عقلي قبل من قلبي. ما حافظاش اخويا. تعليق اخر رساله ديالك. اخر رساله ديالي انا تطلب من الله سبحانه وتعالى يا ربي والمحسن القوتي لداخل الوطن وخارج الوطن، راني اختكم وهاد الاولاد راهم ولادكم. انا ما تبغيت حتى شي حاجه، انا ما تعاونوني في حتى شي حاجه، بغيت غير وليداتي، بغيت ولادي نشوف فيهم الجنه، بغيت نشوف فيهم الحياه، بغيت ولادي يتنقاو. انا ولدي الكبير داعي عليا مسكين الزنقه، الدري الصغير مشى قبيله للمدرسه بلا ستيلو بلا شكاره بلا حتى حاجه، اقسم بالله ولا قلتي كلمه ماشي حتى ليا، راه المديره كاينه، الاساتذه كاينين، كل شيء كاين. اقسم بالله ما لقيتش باش نشري لي حتى ستيلو واحد. تنسكن في هذا في الوفاق في عين السبع في الوفاق. كاريا غير بيت في هذه الاقامه هذه. كاريا كوزينه. كوزينه. اه. انت تشوف فيها اخويا كوزينه. كاريا كوزينه صح. انت. تنطلب من خوتي. الرقم ديالك يعني في التعليق. اه تنطلب من خوتي المسلمين. يشوفوا في هاد الوليدات راه وليداتكم، راهم وليداتكم، راهم وليداتكم، راهم وليداتكم. يعني على الاقل ما يديروش خير هاد ما يديروش خير. ما بغيتش شتي انا كون كنت انا بوحدي ديال راسي راني نهز راسي براسي، ولكن هاد الولاد وعاد زياد هاد الكرش حتى من الكرش دارت عليا تقلتني بزاف. انا وليت تما غدا غير شويه تنسخف ما بقاش عندي. بعد مرة داكشي تيوقف لي قلبي والله حتى مريضه وما لاقيش باش ما لاقيش حتى باش نوكل ولادي. انا مرضي راه نقدر نصبر فيه النين حتى العيون سكت، ولكن هاد الولاد مساكن هما من ليلتهم ناسين بالعشاء. انا مهدب اليوم راك تشوفوا فيه تنهضر فيك معاكم من هاد الكوزينه غدا غتشوفوني في الزنقه انا ووليداتي. حتى من المحل اللي كنت نصدر منه داك الطريف ديال الخبز اليوم خرجوني منه حيت كلشي بدا تتبان. واليوم اخوتي على وجهك الوليدات انا راه فين ما كان ولادي انا ما عمرها ما نقدرش نفرقهم. انا ما بغيتش ندي بالخيريات، ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت غير وليداتي يشوفهم بخير وعلى خير. صافي هذه هي الحاجه الوحيده اللي بيا. والله يرحم ليكم الوالدين. وتنطلب من الله سبحانه وتعالى الهلا يطيح شي مسلم في هذا الموقف. بزاف وحتى المسكن ديالها يعني في واحد كانت هي كاريا كوزينه في واحد الاقامه هنا في عين السبع. كنتمنوا ان واحد غادي يحاول يسجل ديالها. غادي نخلي لكم الرقم الهاتف ديالها في التعليق. وشكرا الى مباشرين اخر ان شاء الله. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.